السلام عليكم. تحديث واجهات رواني اي 7 يصل لهاتف سامسونج من فئة الجالكسي اي قريبا. كل هذا واكثر اعزائي الكرام سوف تشاهدون ان شاء الله في هذا الفيديو. اتمنى منكم دعم القناة بقوة عبر الضغط على زر الاشتراك والضغط على زر لايك، فضلا وليس امرا، وتابع الفيديو حتى النهاية. تعمل شركة سامسونج على تطوير تحديث واجهات الوان يو اي 7 المبني على نظام اندرويد 15، والذي سيجلب ميزات جديدة وتحسينات في التصميم والعديد من التغييرات الأخرى. وهناك 52 جهازا من هواتف سامسونج الذكية والأجهزة اللوحية المؤهلة لتلقي هذا التحديث. وخلال الأشهر القليلة الماضية كانت الشركة تختبره على عدد من هذه الأجهزة، والآن يبدو أن سامسونج قد بدأ في اختبار تحديث واجهات الوان يو اي 7 المبنية على اندرويد 15 لجهاز آخر وهو الجالكسي اي 55. تم رصد إصدار تجريبي جديد للنسخة الأوروبية من الجالكسي اي 55 الذي يحمل رقم الطراز SMA556B على خوادم سامسونج. يحمل هذا الإصدار النسخة A55 6BXXU4BXGA، ويختلف الحرف الرابع الأخير في رقم البناء عن الحرف الرابع الأخير في البرنامج الثابت الرسمي الحالي للهاتف الذي هو A55 6BXX54AXF3، حيث كان الحرف في النسخة السابقة هو A. يشير هذا التغيير إلى أن الإصدار التجريبي الأخير للهاتف يجلب تغييرات كبيرة، سواء كان إصدار جديدا من الاندرويد او اصدارا جديدا من واجهات المستخدم او كليهما. هذا يدفعنا للاعتقاد بان هذا الاصدار هو تحديث واجهات الوان يو اي 7 المبني على اندرويد 15 لجهاز الجالكسي اي 55. متى ستقوم سامسونج باصدار اندرويد 15 وتحديث واجهات الوان يو اي 7 لجهاز الجالكسي اي 55؟ تقرير صدر في وقت سابق من هذا الاسبوع زعم ان سامسونج ستصدر النسخة التجريبية من الوان يو اي 7 المبنية على اندرويد 15 في الأسبوع الثالث من غشت، ومع ذلك يقول تقرير أكثر حداثة إنه قد لا يحدث ذلك. على أي حال فإن إصدار البرنامج الجديد لجهاز الجالكسي اي 55 أصبح الآن أقرب خطوة. برأيكم أعزائي الكرام ما هي أهم ميزة يجب أن يأتي بها تحديث واجهة سامسونج، وما رأيكم في هذا الخبر؟ شاركونا عبر تعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.